أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في نص سابق بأكثر من حلقة عن الطلاق بشكله العام، وهو الفراق بين الزوجين. وفي هذه الحلقة نريد أن نركز ونؤكد على الطلاق في الإسلام حتى يفهم المسلمون حقيقة الطلاق وما المراد به. فليس المراد أن الإنسان يختلف مع زوجته لأمر تافه أو حتى أكثر من تافه ويقرر طلاقها هكذا بتسرع. هذا لا يفعله المسلم، وهذا طلاق بدعي ما كان عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. إذن ما هو الطلاق وكيفياته؟ المرأة لا يجوز أن تظلم في الإسلام، فهي شقيقة الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. شقائقهم يعني مثلهم، من نفس واحدة، خلقوا من آدم جميعا. ولذلك بين النصوص السابقة معنا قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكيف يفارق الرجل زوجته إذا أراد فراقها؟ أولا نعيد الذاكرة إلى ما مر معنا في الخلع، وإلى ما مر معنا في الإيلاء. الإيلاء الحلف، فإذا حلف زوج ألا يعاشر زوجته حلف يمين. أما إذا كان بشكل طبيعي استمر لمرض أو لفتور أو لانشغال أو لكذا، ولا مر سنة ولا عاشر بعض معاشرة الزوجات، فهذا لا تطلق فيه المرأة ولا تستطيع. هي تستطيع أن تصدر تصرفات تجذب زوجها إليها أو تريد تحصل ما تريده منها. أما إذا حلف لا يعاشرها فهذا اسمه الإيلاء. ربنا قال: ينتظر 4 أشهر، فإن فاءوا يعني تراجع وعاشر زوجته قبل 4 أشهر عادت الحياة الزوجية، ولكنه باعتبار حلف ما جمعها وجمعها حنث في يمينه فيكفر كفارة يمين، بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم. أما إذا لم يعاشرها وانقضت 4 أشهر طلقت، تستطيع أن تنهي عدتها وتتزوج من شاءت بعد انتهاء عدتها. هذا كذا جعل الإسلام كرامة المرأة، فلا يجوز أن تبقى معلقة لا مزوجة ولا مطلقة. أما الخلع، الخلع قد تريد الزوجة أن تتخلص من زوجها والزوج لا يريد، فهل يحكم عليها بأمر لا تستطيع الحياة معه؟ إذا كانت تطلب الطلاق من زوجها دون ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه فيه هدم الأسرة. أما إذا كان إلى وجهة نظر سواء كانت نفسية أو جسمية لا تستطيع أن تعيش مع هذا الرجل، وصبرت وجربت وتبين أنها لا تستطيع أن تعيش معه فتريد التخلص منه، تفاوضه على أن تعيد له مهرها ويطلقها، أو أقل من مهرها أو أكثر على حسب الاتفاق ويطلقها، هذا يسمى خلع. فيفسخ القاضي العقد بينهما وتصبح حرة، تنتهي عدتها بعد الخلع وتتزوج من شاءت. أود أن ألفت النظر إلى البينونة الكبرى والصغرى قبل أن
أتابع البحث في مختصر أوضاع الطلاق وحالته. البينونة الصغرى هو عندما يطلق الرجل زوجته طلقة رجعية، يعني أول طلقة. والطلاق الثاني أيضا عندما يطلقها طلاقا ثانيا أيضا يسمى طلاق رجعي. ففي كل واحد من هذين الطلاقين إذا اعتدت المرأة والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، اعتدت بثلاث قروء 3 حيضات ولم يعيدها الزوج إلى الحياة الزوجية، بانت هذه اسمها بانت بينونة صغرى. بينونة صغرى يعني يجوز أن تعود لزوجها برضاها مو بالإكراه. في المراجعة تعود للحياة الزوجية رضيت أو لم ترضى. أما في البينونة إذا انقضت عدتها لا تحل له إلا أن ترضى بأن تعود له بمهر جديد وبعقد زواج جديد. والطلقة الثانية أيضا رجعية، إذا بانت المرأة بانت بينونة صغرى. أما البينونة الكبرى عندما يقع عليها 3 طلقات اسمها بينونة كبرى. ما معنى بينونة كبرى؟ يعني لا تحل لهذا الرجل أبدا. طيب ما هي حالة الطلاق وكيف يطلق؟ ألا يجب على الزوج أن يصبر على زوجته أم مجرد ما يكون صار عليه ضغط في العمل أو انزعج من صديقه أو انزعج من أخوه أو انزعج من أمه يضرب الطلاق للزوج؟ هذا ليس تشريع الإسلام، أو هذا ليس تشريعا إسلاميا. إنما ربنا تبارك وتعالى أمر الزوج بأن يعاشر زوجته بالمعروف. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد يظن الزوج لخلافات جزئية بسيطة أو لمشاكل في الأسرة منه أو من زوجته أو من أهلها أو من أهله أنه لا يستطيع العيش معها، فقد يكون في حياته معها خير كثير، خير في الدنيا وخير في الآخرة. من الخير في الدنيا أن الله يرزقه بسببها، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى لكل مخلوق رزقه. قد يكون الخيرية في الدنيا أن تنجب له الأولاد الصالحين وتربيهم تربية صالحة. فليتق الله المؤمن في زوجته. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى، رب العزة يقول ذلك، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أيضا ينبغي للمسلم أن يطلع على توجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث يقول إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، يعني رأسه آخر الضلع عوجته شديدة، وإن أعوج ما في الضلع رأسه، فإذا أنت ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. فدارها تستمتع بها، يعني المرأة شيء لطيف تحتاج إلى المداراة. طيب ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام وإن أعوج ما في الضلع أعلاه؟ ما هذا العواج؟ هل العواج عواج سيء يعني النساء ليسوا صالحات؟ لا 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 تفهموا هذا. النساء والرجال سيان، أفضلهم عند الله أتقاهم، ولكن المرأة تغلب عاطفتها على عقلانيتها، وهذا تحتاجه الأسرة، يحتاجه الطفل الرضيع، يحتاجه الطفل الأكبر، يحتاجه الزوج. فلو أن المرأة لا تملك هذه العاطفة الجياشة التي تستر عقلانيتها لما استطاعت امرأة أن تعيش مع رجل ولا رجل يعيش مع امرأة. صوروا أن يأتي من عمله فيناقشها وتناقشه ويقول له كذا، عندما يقول رجل أنا لا أريد كذا ويجزم تقول له أمرك. أما عندما تشعر المرأة أنه يقول لا أريد كذا وبعدين بيغير وضعه بدون أن يبين الأسباب ويعمل بخلاف مصلحة الأسرة، هذا تتعلم المرأة
أن تشاكسه ولا تطيعه فيكون هو السبب. إذا كان الأمر غير صالح للأسرة أو غير صالح لها من الناحية الاقتصادية أو من الناحية التربوية، فينبغي للرجل أن يجزم. عند ذلك المرأة تستجيب، لأن عاطفتها وحبها لهذا الرجل للزوج يجعلها تنفذ ما يريد، وإن كانت تعتقد في نفسها أنه قد يكون مخطئ. المهم المرأة المؤمنة تعتبر نفسها وكأنها مثلا في دائرة، عندما تكون موظفة ويقول لها رئيسها ورئيستها اعملي كذا، تقول له هذا غير صالح، أقول له اعملي على مسؤوليتي، تعمل ولا ما تعمل؟ فلماذا في الزوجية تشاكس؟ إذن الرجل ينبغي أن يداري هذه الناحية. فالمرأة إذا ذهبت تقوم الأمور من كل جانب ومن كل ناحية تنكسر معك، يعني تصل الأمور إلى التصادم ولا تستطيع الحياة معها ولا تستطيع الحياة معك. ولذلك نمي في هذه المرأة الناحية العاطفية وقدرها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فدارها تستمتع بها، يعني أعطيها على عقل، على قدر عقلها. هي تريد أن تلعب بعواطفها، عواطف المحبة، عواطف الإخلاص، عواطف التكريم، عواطف الكذا، فتستطيع أن تصل إلى ما تريد في مصلحة الأسرة ومصلحة الزوجين. إذن تحتاج المرأة إلى مداراة، وتحتاج من الزوج أن يعاشرها بالمعروف، وعاشروهن، أكرر الآية، بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا اشتد الخلاف بين الزوجين، سواء كان أصل هذا الخلاف أمر بسيط أو أمر شديد، فماذا يفعل الزوج؟ اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى، يقول سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء، يعني هن المسؤولين عن الأسرة، تقوم الأسرة بخدمتهم ماديا ومعنويا، فإذا فلت الحبل الرجل هو المسؤول. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، القنوت الطاعة، يعني مطيعات لأزواجهن، حافظات للغيب بما حفظ الله، تحفظ نفسها وأسرتها وبيتها في غياب زوجها مثل ما تحفظه في وجوده، حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز الاستعلاء على الزوج، عدم الطاعة، الكلام الغليظ الذي يؤذي الزوج، يأتي إلى البيت ليجد زوجته زهرة يرتاح بجانبها، ينسى همومه وإذا به تأتيه مشاكل أخرى والعياذ بالله تعالى. فالنشوز الاستعلاء على الزوج، وإن خفتم نشوزهن فعظوهن، إذن أول مرحلة الوعظ. وهجروهن في المضاجع، مع الأسف عندما يكون الزوج عبيد شهوته زوجته بتهجره في المضجع، كما حدثني أحد الأشخاص منذ أسبوعين باتصال هاتفي يسأل عن مشكلة الطلاق بينه وبين زوجته. وهجروهن في المضاجع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن، واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الضرب يا إخواني ليس معناه يأخذ الجلد لا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بسواك أو بيد، يعني ليشعرها أنها ما عادت تتفاهم معه بالكلام فكأنها تحتاج إلى الضرب. ثم إن هذا الضرب في اليد تشعر المرأة فيه شيء من العلاقة النفسية والزوجية بين الرجل والمرأة، وليس معنى ذلك أن يضربها حتى يكسر عظامها، لا، هذا لا يفعله مؤمن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. انظروا إلى آخر الآية، إن الله كان عليا كبيرا، يعني الله أكبر منكم وعلى منكم، سيحاسبكم عن هذه المرأة. إذن ينبغي للزوج أن ينصح وكذا، ثم يأتي الصبر وعدم الكراهية، ولينظر الزوج إلى الحسنات اللي في هذه الزوجة، سواء كانت الحسنات المادية من شكلها وجمالها أو الحسنات المعنوية أيضا في تصرفاتها. لا يمكن أن يكون الإنسان كل ما فيه هو سيء، لا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم
لا يفرك مؤمن مؤمنة، يفرك يعني يكره، لا يكره الرجل زوجته إذا كانت مؤمنة، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا سره منها آخر. أعيد الحديث، لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا سره منها آخر، فلينظر إلى ما يسره منها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، فدارها تستمتع بها حتى يقاوم ويزيل هذه الأشياء التي لا تسره ولا يحبها. المرحلة الأخرى بعد الصبر عليها التحكيم. قال الله تبارك وتعالى في الآية التالية في سورة النساء، الآية التالية التي قرأتها قبل قليل، فإن خفتم لا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فابعثوا حكما من أهلها وإن خفتم شقاق بينهما، الشقاق يزداد والخلاف يزداد، ماذا تفعلوا؟ التحكيم. قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. الحمد لله على دين الإسلام. حكما من أهله من جماعته، وحكما من أهلها من جماعتها. قد يكون الحكم من أهله أو من أهلها هو السبب في الخلاف، لأن بعض الناس برجع في التحكيم إلى حماته، ما برجع إلى عمه، ما برجع إلى أخو المرأة، قد يكون لها أخ عاقل يفهم داري أو أبوها، لا برجع إلى حماته، وإذا برد حماته ما برد مرته، إذا رد مرته ما برد حماته، أو يختار أمه هي لتحل المشاكل، وقد تكون سبب مشاكل أمه من حيث لا تدري. لا، هي ما في أم بتسبب التعاسي لابنها، ولكن من حيث لا تدري تظن أنه يعني هذه أخذت منها ابنها فتغار، لا من أهلها. لذلك يعتبر، اعتبر بعض العلماء أن من أهله أو من أهلها يعني من الأشخاص الصالحين، سواء كانوا قرابة حقيقية من هذا الشخص، من أقربائه، من غير أمه وأبوه مثلا، أو من أقربائه في الدين، من أهل العلم والتقى والصلاح اللي بيفهموا معاشرة الناس والحياة الاجتماعية، فهؤلاء يستطيعوا أن يحكموا بين الزوجين ويبينوا أن الذنب على المرأة أو على الرجل. وعن طريق هذين الحكمين اللذين يكتمان السر، لأن هناك مشاكل في الأسرة قد تكون يعني لا يستطيعون أن يشيعوها بين الناس ولا يتكلمون بين الناس. حتى أنني دخلت في تحكيم من تقريبا 47 سنة بين طبيب وطبيبة متزوجين، فحاولت كثيرا لكاد أن أكون لم أفلح في الزواج، في التوفيق بينهما. ثم في هناك أمور شخصية قالت لا أستطيع أن أبوح بها، لا أمام أبوي ولا أمام أمي، صارت تكتب لي بالورقة ماذا يفعل زوجها بتعطيني إياها، فنصحت زوجها وانحلت المشكلة بينهما. فالحكم يختار من أهل الدين والعلم والأمانة، سواء كان من أقارب الزوجين أو من أقارب الزوجين دينيا، ولو لم يكونوا من أقاربهم يعني من ذوي الأرحام أو من أهلهم. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريدا إصلاحا، الحكمين قصد الإصلاح، ما هو قصد التفريق، ولا قصد يتحيز لواحد دون الآخر، زوج يطلق الزوج على الزوج وعلى الزوج، يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا فشل الزوجان في تحكيمهما وفي التوفيق بين الزوجين، عند ذلك يفكر الزوجان في الطلاق، فيصدر الزوج طلقة واحدة وهي اسمها طلقة رجعية. ماذا تفعل الزوجة وكيف يكون الوضع في هذه الطلقة الرجعية؟ فالطلقة الرجعية يا إخواني ومثل ما بتفعل الجاهلات، والله طلقني، تأخذ حالك وتروح عند أهلها، أو إلا روحي عند أهلي خلاص طلقتك. لا، هذه ليست طلقة رجعية، ما هكذا الطلاق. فالطلقة الرجعية الحياة الزوجية باقية، وتجلس المرأة وتبقى في بيت الزوجية وتتزين لزوجها حتى تنقضي عدتها،
ثلاث حيضات، يعني ما يقارب ثلاث أشهر تبقى في بيت الزوجية وتتزين وتحاول صالح زوجها، وهو أيضا عندما يراها إذا كان تقصير منه برجع بفكر فيها وفي جمالها وفي أوضاعها وفي الخير فيها، فيصلح نفسه إذا كان خطأ منه، أو تصلح نفسها إذا كان خطأ منه عندما تراه راح تنقضي عدتها وتنتهي الحياة الزوجية ولم يراجعها تعتذر. فإذا فعل ذلك وراجع زوجته إلى عقد نكاحه، مجرد ما يقول راجعت زوجتي إلى عقد نكاحي، تعود الحياة الزوجية بين الزوجين وخلاص انتهى ذاك الطلاق، هذا اسمه طلاق رجعي. في الطلاق الرجعي الثاني، إذا كان الزوج وجد أن الحياة الزوجية غير مشكلة وفيها أشياء شديدة لا يستطيع أتحملها والمرأة أيضا لا تتحملها، عند ذلك يكلف الرجل كما قلنا في الطلاق الرجعي الأول بالصبر على زوجته وبأن ينظر إلى محاسنها من أخلاقها وسلوكها ولا ينظر إلى الأشياء السيئة، وأن يغط الطرف عن بعض أخطائها، وأن يعظها وأن يهجرها في المضجع. فإذا فشلت كل هذه الأمور بأن تعيد الأمور إلى نصابها، يلجؤون للتحكيم أيضا. إذا ما أفلحوا في التحكيم يوقع طلقة رجعية ثانية. الطلقة الرجعية الثانية أيضا رجعية اسمها، يعني تبقى في البيت الزوجي، تبقى المرأة الزوجة عند زوجها وتتزين له، فإن أعادها للحياة الزوجية ضمن ثلاث حيضات ثلاث أشهر تقريبا فتبقى الحياة الزوجية، أما إذا جاءت آخر حيضة ولم يعدها ما راجعها تنتهي الحياة الزوجية وتسمى طلقة بائنة. إذا بدي رجعها بعد ما تنتهي عدتها لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، يتفق على المهر وبيجي ولي أمرها بزوجه إياها من أول جديد، هي طلقة رجعية ثانية. في الثالثة إذا طلق بعد الطلقتين لا تحل له، لا تحل له لماذا؟ لأنه طالما جربوا هذه التجارب وما أمكن حياة بينهما معناها لا يستطيع أن يعيش بينهما، فليست القضية إلزامية، لا، قال الله تعالى إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فإذا طلقها الطلقة الثالثة ثالث مرة لا تحل له. قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، ليس المراد به كما قلت لكم في تفسير الآيات أن يأتوا بشخص محلل يتفقوا معه ويتزوجها يومين ثلاثة جمعة وبعدين طلقها وتطيع عدتها، لا، هذا اسم المحلل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار. وقال الفقهاء إذا اتفقوا معه على أن يحللها فالعقد لا يصح، صار مثل الزنا والعياذ بالله تعالى، صار مثل نكاح المتعة عند الآخرين. فيبغي أن يطلقها وتنتهي عدتها ثم تجلس ما شاء الله أن تجلس، قد تجلس بعد عدتها يوم شهر سنة سنتين يخطبها أحد الأشخاص ثم يتزوجها ويعيش معها، فإذا تبين له أنه لا يستطيع أن يعيش معها وطلقها وانتهت عدتها من ذاك ممكن أن ترجع للزوج الأول، لأنها مهما كانت متعنتة ومر عليها زوجان الأول لم يتحملها والثاني أيضا لم يتحملها، فيمكن أن ترجع للأول لأنه ترجع إليه بنفسية جديدة وبشخصية جديدة، فعسى أن يقيم حدود الله، يعني يعيش مع بعض على المودة والمحبة وأن يتلائم، لأن الهدف من الزواج أن يتلائم وأن يعيش سعيدين وأن يحب بعضهما الآخر. إذن لا يجوز للزوج أن يغضب فيحلف بالطلاق، لا يجوز للزوج أن تغضبه أمه فيحلف بالطلاق يقول أنا متنازق، بعدين يجي ترجع ويتصل افتوني أو اعملوا لي كذا أو الأولاد ماذا نعمل بهم، هذا ليس طلاقا إسلاميا. وإذا طلق الطلقة الأولى بمراحلها قطعا لن يصل إلى الطلقة الثالثة إلا بعد أن يتبين للزوجين أنه لا يمكن أن يعيشا مع بعضهما، لذلك قال تعالى فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فنكاح الزوج الآخر ليس المراد به التحليل كما يفهم بعض الجهلة على منهج سوق الدواب،
إنما المراد به أنه لا يمكن أن يتعايش هذين الزوجين بهذه الطريقة فيتفرقا وكل يسعى إلى سبيله ويعيش بالشكل الذي يشاءه ويريده. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.